فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، سبق لنا أن الصخرة هي قبلة اليهود، وأما النصارى فكانوا يستقبلون المشرق، والمسلمون يستقبلون الكعبة المشرفة. كانوا في الأول يستقبلون الصخرة في أول الإسلام، ثم نسخت القبلة وحولت من الصخرة إلى الكعبة المشرفة بأمر الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. تكرر الأمر بذلك في آيات متجاورة من سورة البقرة. فالعمل يكون بالناسخ لا بالمنسوخ، ومن بقي على المنسوخ فهو ضال أو كافر. فالذي يبقى على استقبال الصخرة بعد نسخ استقبالها يكون كافرا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.